طقس حار وجاف في مختلف مناطق المملكة، غبار موسمي جنوب غرب المملكة وأمطار على مرتفعات جازان وعسير، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء حارة وجافة في مختلف مناطق المملكة مع احتمال لزخات من الأمطار في مناطق جنوب غرب المملكة، كما نشاهد هنا من خرائط الهطول، يوم الخميس متوقع بمشيئة الله أن يكون هنالك بعض الهطولات الخفيفة وتبقى الأجواء لطيفة حتى يوم السبت في ساعات العصر. كما نشاهد هنا في الخرائط مع ساعات العصر هنالك فرصة لزخات متفرقة من الأمطار في مناطق جنوب غرب المملكة لتستمر حتى نهاية يوم السبت بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء غالبا صافية، درجة الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 22 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة والسبت والأحد درجة الحرارة 43 في العاصمة الرياض والأجواء غائمة جزئيا. أيضا في ساعات المساء تتراوح درجة الحرارة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا من 41 إلى 29 أجواء حارة، عرعر 41 إلى 28، في تبوك من 39 إلى 27 درجة في ساعات الليل، في مكة المكرمة 41 إلى 31، في الطائف 33 إلى 26، في المدينة المنورة أجواء حارة 43 إلى 32، وفي جدة 37 إلى 31 درجة مئوية في ساعات الليل. في أبها هنالك احتمال لزخات أمطار رعدية 29 إلى 20 ليلا، في الباحة كذلك الأمر من 26 إلى 21، في جازان احتمال لوجود بعض الغبار 36 إلى 31 درجة في ساعات الليل. في الدمام 41 إلى 31، في الإحساء أجواء حارة 46 إلى 30 درجة مئوية، في حفر الباطن من 45 إلى 32 درجة في ساعات الليل. في الرياض 43 إلى 34، في بريدة 43 إلى 30 درجة مئوية، وفي حائل 40 إلى في ساعات الليل. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة. دمتم في أمان الله.